احنا بنختلف ويمكن بغلط وبعترف في شي بيخليني معي انسان مختلف ويمكن احنا بنختلف يمكن بغلط وبعترف في شي بيخليني معي انسان مختلف يمكن ما بعرف شو السبب تلاقي مني هالعتب حبك انا شفت العجب حضني انا بنسى التعب يمكن ما بعرف شو السبب تلاقي مني هالعتب حبك انا شفت العجب حضني انا بنسى التعب سبعة لربع وين رايح؟ لك شو وين رايح؟ بدي اشوف الغبي اللي عم يدق بهالطريقة. ايه 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 عارف؟ مو معقول شو اشتقت لك يا اخوي. اهلا وسهلا يا اخوي اهلا وسهلا. يا ما في هنا محمل انت مغلب حالك. يا زلمة خير الله وخيركم. نايمين هسه يا زلمة؟ انت جايين بكير. بدي احكي طابو يمكن المعاملة تطول شوي. معاملة شو؟ يعني نقل وتثبيت وتحديد شغله طويله بحكي لك اياها بعدين، المهم هسه لحقني بالشاي طالع بالبيت مش فتره. ولا يهمك اهلا وسهلا، فوت حط الشاي على النار وسوي قهوه بعد، بغسل وجهي وباجي. يلا. يلا القهوة النار. مين اجا؟ مثل العادة عارف. شو بده؟ ما يكون حلمان له شي حلم كمان هالمرة؟ لا 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 عنده معاملة بالطابق. معاملة شو؟ والله ما سألته. كل الدوائر الرسمية ما بتستقبل حدا قبل الساعة 9، شو جاي يعمل من بكير؟ يعني بالله هلا أنت غشيمة عن عارف؟ يلا قومي غسلي وشي خليني ساوي القهوة ونشربها سوا يلا. لا ما بدي، بشربها لحالي، ما بدي أشوفه من عند الصبح. عارف بالمطبخ. شرط الرزب بازيلا منبقى بلا غدا. ها يلا بعارف. هلا ما لقيت مخلل يا اخوي. مخلل على الصبح يا زلمه، بعدين كنت استنى سوينا فطور فطرنا مع بعض. طبخ مرتك طيب بس لو لقيت مخلل. طب اكلته بارد ليش ما سخنته؟ مشان بورد. صحتين وهنا. على العموم شو اخبار البلد؟ شلون بنات؟ ان شاء الله بخير. مناحيهم قاعدين بيستنوا نصيبهم. نصيب شو يا زلمة؟ أكيد بتمزح، بناتك بعدهم صغار، ليش ما بيروحوا على المدرسة؟ الكبيرة بطلتها علشان تساعد أمها بالبيت. هذا الكلام مرفوض وما بصير. لك يا أخوي آخرتها على شو؟ على بيت جوزها. خلاص المهم أنت شو صار معك؟ بشو؟ شو بشو؟ ما بدك تجيب لنا ولد يفرحنا ويحمل اسم العيلة؟ يا أخوي يا عكرمة بعدني كل يوم بحلم بجدك عبد المحسن عبد الحي قاعد تحت الشجرة. بس 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 الله يرحم والديك، لا تفتح لي السير اللي بتوجع القلب على الصبح. شو هاي المعامل اللي عندك؟ قصة طويلة يا اخوي. طيب طيب خلينا اودي القهوة لمرتي وارجع لك.
يكسبه. ما شاء الله يا حبيبتي على الشهية اللي عنده، لهط الطنجرة كلها. بس جايب لنا بيض معاه. اطمني، مشان الغدا راح اعزمك على المطعم اللي بدك اياه. قلت لي شو كان جاي بده غير انه ياكل؟ قلت لك حبيبتي جاي عنده معاملة بالطاولة. يعني ما في موال جوازة تانية إلك؟ ولا فتح السير بالمرة. أيوة، لأني هيك كأني سمعت عم يحكي عن جدك والشجرة. لا 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 لا، يلا حبيبتي اشرب القهوة، أنا رح أروح أقعد معها شوية. تفضل أخوي وقالي هون. شو قلت لي هاي معاملة شو؟ يا أخوي أنت لا توجع راسك، أنت بس وقالي هون. بوقع بس شو شايف إن أمي، خلنا أقراها بالأول. شو بدك تجيب قرض زراعي مثلا؟ لا يا أخوي أنا لا بدين ولا بدين، بس الأرض الشمالية جايها شر مليح، قلت ببيعها وبحفر بير بالأرض الغربية. حال حال كويس، بس حق الأرض بكفي للمشروع هذا اللي بدك تسويه؟ يعني يا أخوي بدبر حالي من هون من هون، إذا نقصني شوي أنت بتساعدني، يعني البركة فيك، ما هي بتضل أرض العيلة. شو هذا تنازل مني إلك؟ لحد كيف بدي أبيع إذا ما تنازلت لي؟ بس أنا متنازل للوالدة الله يرحمها. الله يرحمها، هذاك التنازل يا أخوي ما تسجل، هسا بدي تنازل جديد منك منشان أقدر أبيع. عال عال مش مشكلة، بس قل لي قديش جايب الأرض؟ يعني ما في إشي محرز، بس محصب تسنة جرة. دقيقة يا أخوي استنى شوي، أنت وقع لي هون وبعدين روح أقعد مع مرتك قد ما بدك. إذا ما لك مصرقع من طير، خلنا شوف شو برجع لك. خير حبيبتي، شو اللي صار؟ شو اللي صار؟ أنت بتعرف ليش ما عم يقول لك قديش بتسوى الأرض؟ رفيف لا تبلشينا، بعرف رأيك بعرف، أكل الطبخة وخلاص نعزمناك على الغداء. لحظة تأكدت إنه أكل الطبخة؟ ياكلها إن شاء الله صحتين. وأنا ولك أنا ما عم بحكي على الطبخة اللي اتاكلت، عم بحكي على الطبخة اللي جاي أخوك المحترم يطبخها عليك من عند الصبح. الأراضي بمنطقتكم يا أستاذ غليت كتير. ايه وتغلى يا ستي، قديش بدها تغلى يعني؟ قديش بدها تغلى؟ شوف شوف المشاريع اللي عم تنعمل هنيك، شوف. خير خير، شو كاسر؟ يا زلمة معقول يا زلمة تاركني وقاعد تقرا جريدة؟ كيفك مرت اخوي؟ اهلا، يسلم ايديك على الطبخة بطيب العقل. صحتين وهنا ان شاء الله، صحة وعوافي. تفضلوا، عكرمة، تفضلوا على الصالون. تفضل اخوي تفضل. يلا يا اخوي انكسر الشر، معلش اخوي وقالي هون، خليني الحق الطابق هون هون. والله نسيت قديش قلت لي جاب الارض يا اخوي؟ قد ما جابها تجيب يعني. يعني ما في شر راكب وجاهز؟ هو الحقيقه يعني في اكثر من واحد، بس المشكله يعني انه هذول شاطرين، بكره بينزلوا بيسالوا بالطابق، واذا لقوا عليها ورثه ومشاكل يعني ممكن يبطل. ايوه، وشو المطلوب هلا؟ هسا بس المطلوب انه اخوي اكرم يوقع لي هون مشان ارجع لحق على البلد بكير. يا اخوي توقع وانا بعتبرك شريك بالمشروع كله. عكرمة لا توقع. والله ما بعرف يا مدام رفيف. لا على اساس ابو عادل اضرب واطرح، مكتب الامان العقاري، كيف يعني ما بتعرف؟ هلا ما بعرف يا مدام، لاني انا ما بشتغل بهذيك المنطقه، بس قلنا لسان بنستفسر وبنسال. عاد هاي التليفون، اسال واستفسر على كيفك. هيك من على بكره الصبح ما في فنجان قهوه؟ والله كرفتيني كرفتي من البيت. ابو سعيد جيب قهوه لهون، شو قهوتك؟ حلوه. قهوه حلوه ابو سعيد بسرعه. قديش بدك نسبة؟ والله يا مدام ما رح نختلف، انت قدري وانا ما بقول لك لا، بس انت ست العارفين. طيب منقدر النسبة بعد ما نعرف السعر، بس ليك ابو عادل اذا ما تمت البيع عن طريقه ما بيطلع لك شيء. ما بكون ابو عادل اذا ما باعت هالارض عن طريقي. هاتي هالتليفون لك يا ابو سعيد. ولا هو ايه رفيف شوفي طلعت الطبخة مو بس محروقة، لا شعيطة وطالعة ريحتها كمان. طبخة شو؟ عن شو عم تحكي انتي؟ الطبخة اللي اجى اخوك يطبخ لنا اياها اليوم. فاهمين شو القصة هلا؟ الارض اللي اخوك حكى عنها
الارض الشمالية شبهها اللي هي تعرف قديش صار الدنم فيها؟ قديه؟ 10 ملايين، 10 ملايين حق الدنم الواحد. يسعد الله، 10 ملايين. امشي امشي. يلا يلا يلا. اخوك بيتنازل وانت بتبيع وتعطيه حصته. هي صحصح معي. عكرمة حبيبي، هلأ مو وقت الدهشة والعواطف والتفكير، هلأ وقت الشغل. إذا ما تحركنا بسرعة بتروح الأرض من بين إيدينا. لك بس والله حرام، أنا مصدوم كتير. بحياتي كلها ما سألته شو إله وشو إلي. كنت بعتبر أنه ما في فرق، هالأرض للعيلة. إيه بس هو مو شايف من هالعيلة غير أنه بده يجوزك علي. هلأ مو وقت الحكي، قوموا لألكن. لوين؟ عالضيعة، لازم اليوم تنتهي كل القصص. يا الله، أمي كانت طبخت لي شيخ المحشي اليوم. وليش لكان زعلتها بطنجرة الرز بزالية؟ لأنه ما بيصير أخوك يفوت هيك ياكل على كيفه. إيه؟ كيف ما كان هذا بيت أخوه؟ بلا، بيت أخوي اللي بدي أخذ له أرضه. حاش تتناقر، يلا انشي. تفضلي تفضلي. حسينة؟ حسينة؟ ها؟ أهلين نديم، جبت لي المجلة تبعي؟ نعم ستي، جبت لك إياها، تفضلي. تسلم إيديك. رفيف مو جاي على الغداء؟ لا سيدي، راح تجي، لأنه طابخت لها الأكلة اللي بتحبها. يا ستي اتصلت وقالت إنه اضطرت تطلع لضيعة جوزها. هلأ المنظومة بتترك شيخ المحشي اللي صلى أسبوع عم تنقى علي مشان أطبخ ليا وبتطلع على ضيعة جوزها؟ هلأ الغدا جاهز ولا روح أخذ لي غفوة؟ شو تأخذ لك غفوة؟ قلي هلأ ليش اتصلت فيك أنت مو فيي؟ تليفون البيت مشغول على طول. وليش ما اتصلت على موبايلي؟ على موبايلك ما عم تردي، وينه موبايلك؟ صحي والله تركته بجزداني وحاططه على الصامت وقت ما كنت بالعصرية. معناتها ما حدا دخله، انا فايت اعمل لي غفوه. تعال هون تعال، ما في نوم، تعال اقعد احكي لي. فهمني، ليش طلعت هيك على الضيعة فجاه؟ انا هن الكلمتين ورد غطان. اخوك بيتنازل لك، انت بتبيع الارض وبتعطي حصته خلص. اي بس هذا الحكي ما بيزبط مع اخي عارف، بعدين يمكن ما لحق يوصل على الضيعه لهلا. لا حبيبي اطمن، بيكون وصل وعم يحاول يلاقي حل ليستفرد بالارض. لك رفيف، هذا اللي عم تحكي عنه اخي عارف مو حدا غريب. لا تواخذني يا عكرمه، هذا مو اخ، الاخ الحقيقي ما بيفكر ياكل حق اخوه. يا جماعة لا تظلموا، شو بكون انتوا؟ هذا أخي مو حدا غريب، بعدين الزلمة إجا وشاورني وهو مفكرني بتنازل. لا حبيبي، وانت السابق إجا مشان يخليك توقع على شيء انت ما بتعرفه. لك مو معقول انت عكرمة الأرض بيطلع حقها تقريبا شي 100 مليون. 100 مليون؟ لك انت فكرت بهذا الرقم؟ هال 100 مليون كلهم 5 دنومات. قد ما كان ما بيصير يوقعك على أوراق ما بتعرف شو فيها، لو كانت نيته صافية ما كان عمل هيك. وانت قلت لي انك تنازلت عن الارض لامك مشان ما تتفرطع صح؟ هلا امك الله يرحمها توفت، اذا الارض من حقك. طيب بس بترجاكي انت ما بتحكي ولا كلمه معارف، ايه؟ وانت ما رح تعرف تتصرف لاني بعرفك منيح، هلا بقول لك عندي 5 بنات وما بعرف شو، انت برق قلبك. سفيان طلع فيني. ليكني عم طلع فيكي. ما في مشكله اصلا لتنحل، الارض باسم عكرمه. الارض مو باسم حدا، الأرض باسم الوالدة وأنا متأكد 100%. عظيم، هذا الحكي شو معناته يا حبيبي؟ معناته أنه أخوك أفندي عامل كل شيء، عامل معاملة حصر الإرث وناهي كل المواضيع مو بقيان غير توقيعك، هذا كله بدون ما حضرتك تعرف. طيب راح أطلب لكم قهوة.
هلا بنتك المحترمة بالأخير بدال ما تجيب عكرمة لعنا بتطلع هي لعنده؟ لا تستغرب بكرة تشوف بنتك قاعدة عم تحلب البقرات تشتغل بالأرض. يا حسرتي عليك يا رفيف. خلصتي كلامك؟ لا، لازم تلاقي حل هالمصيبة. إذا كان قصدك بالمصيبة صهرك عكرمة، فهالمصيبة صار في معها ملايين، عشرات الملايين، ورث أرض بالضيعة بتسوى ملايين. عكرمة وملايين. يا ميت أهلا وسهلا، حالة البركة، تفضل. شو؟ وينو عارف؟ وصل دقيقة لعند المختار وهسع بيرجع. خلنا نحاولك. لا والله، والله ما بتطلعوا غير عقب غدا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلين يا اخوي، اهلين مرت اخوي، اهلين صديقنا وحبيبنا سفيان. اقعد اقعد، تفضل 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 يا اخوي، تفضل اقعد. ايه عارف، شو كنت عم تعمل عند المختار؟ كنت عم باخذ رايه بموضوع. موضوع ارض عكرمه؟ قصدك ارض المرحومه سلامه فهمك، الارض اللي بيزرعها. عارف، تعال بدي احكي معك كلمتين عن فراشه. احكوا قدامنا لو سمحت يا رفيف. معلش سفيان، الحقهم بحكي له على كل شيء بقى. على شو يعني؟ المصاري اللي لك على عكرمة. شو القصة هاي كمان؟ شو نسيت؟ عكرمة لما تجوزنا واشترينا بيت مو أخذنا المصاري من سفيان؟ صار لازم نرجع له اياهم هلا. ايه صحيح، تعال ان الله رح يفرج عليكم، رجعوا لي مصريات يا اخي. تعال هلا، تعال هلا، تعال فينا. اطلع تعال. شو قاعد بصير؟ تشرب قهوة مرت اخوي؟ نشرب. شي هيك لألا لك، لا في دين ولا شي، هاي قصة فبركتها مرتك رفيف مشان أخوك عارف يتحسوس. اوف، لك أمتى لحقت تفبركها؟ لك هلا مو هذا المهم، المهم ما تضعف قدام أخوك عارف. بقى أنتم مرتب شي مع المختار. هاي جبت لكم كراسي، اقعدوا اقعدوا. كراسي بلاستيك، كراسي بلاستيك يا عارف، شو هالصاي تبعك؟ انتو ريف يعني طبيعة، رجعوا لكراسي الخشب مثل عوايدكم، شو هاد بلاستيك؟ يا اخوي سؤال جابتهن، قال درجة موضتهن. اقعد يا عارف اقعد. قعدنا. اسمع يا اخوي، إذا مضطر على بيع الأرض وبدك مصاري ما في مشكلة، بس أنا بفضل إنها ما تنباع. يا اخوي بصراحة أنا مضطر على مصاري. إذا هاي الأرض بتنباع ونتقاسم حقها بيني وبينك حسب الشرع والقانون، ما بدنا نختلف يا أخوي، الله يرضى عليك. ها يا أخوي، بس أنا اشتغلت فيها كل السنين، يعني كل عمري وأنا بدير بالي عليها. ولا تنسى أني ما أخذت من مردودها ولا فرنك كل هالسنين. معناها متعادلين. خلونا نحكي بموضوع بيع الأرض. دقيقة أخوي سفيان لو سمحت، أنا فعلا هاي الأرض ما بدي بيعها وقد ما يكون حقها، بس انت عارف اذا مضطر على البيع. يا اخوي يا اخوي فهمني يا اخوي يا اخوي، هسه الارض جايها شرها مرتب، بده يعمل فيها مشروع سكني، يعني بجوز بكره اذا اجلني يبطل. ليك عارف، باينتك انت حاكي ومفاصل وقاعد على البازار وناهي كل شيء. لا تقاطعني الله يخلي، خليني كمل. هلا اجى دور عكرمه، انت بتتنازل له بالطابه وهو بيكمل البيعه وبيعطيك حقك على دوز باره. ولك يا اخوي يا سفيان فهمني يا اخوي، انا صرت مخلص المعامله، يعني مش باقي غير توقيع عكرمه. اها، مشان هيك بدك اياني اتنازل من غير ما اعرف شو قاعد بسوي؟ بصير هيك يا اخوي؟ عارف قاعد بشوم عليك يا اخوي. يا اخوي لا تفهمني غلط، انا قصدي كنت يعني كنت قاعد بشتغل بالمعامله وقلت لحالي مشان ما تعطلني يعني وتاخرني، قلت لحالي بعدين بتوقع وبعطيك حصتك. اكيد مشان هيك ما كان بدك اياني اعرف قديش دافعين لك بالارض. مفكرني مغفل؟ ها عارف، انت كذبت علي ولازم تعتذر مني. الله يلعن ابو الشيطان يا اخي، الله يلعن ابو الشيطان وساعة الشيطان معك وابو مرتي سعاد، هي لعبت معك يا اخوي. خذ الارض كلها ما بتعرف، انت اغلى عندي من مال الدنيا كلها. اسمع يا عارف، جل من لا يخطئ، وانت المره خطيت وانا مسامحك. انا بعرف قديش الزلمه صادق وامين، لكن الشيطان خبيث والمره لعبت بعقلك. والله يا اخوي الشيطان خبيث والمره لعبت بعقلي. لازم نقعد مع بعضنا ونحكي كلمتين. هلا طلع فيني، الارض مو رح يطلع لك منها 50 مليون؟ نعم.
عظيم كتير. معناتها هدول المصاري لازم نفكر ونخطط شو بدنا نعمل فيهم. هلأ ما بدهم. إذا ما قررنا شو بدنا نعمل فيهم ممكن ينصرفوا وما نحس عليهم. رفيف الله يوفقك، أنا ميت من جوع. شبك مثل أولاد صغار يي؟ لك شو شبني؟ عم قلك جوعان ميت من الجوع، لا خليتينا ناكل عند عارف ولا خليتي سفيان يعزمنا. حبيبي رحتك هون المطعم بيعمل أكل بياخد العل، رح طعميك والله رح طعميك، بس خليني أحكي معك كلمتين. هدول المصاري إذا ما خططنا وعرفنا شو بدنا نعمل فيهم ممكن يتفرتكوا من بين إيدينا. اسمعي رح حللك القصة، انت فكري بالمشروع المناسب وقرري اي شيء بدك اياه، وانا موافق على اي مشروع بتقترحيه. منيح هيك؟ واو استاذ ورشوب هوز ذات رودولف اي ماي ناو هاف رين ذا دو هاف ذا بيست ايلز ان ذا بزنس كريسمس شوبينج فور باد بويز تاخروا ما تاخروا نديم ما تاخروا هي قالت لي انه جاي بس ما قالت اي ساعه وين كانت وقت حكوا معك؟ رايحين يتعشوا بالمطعم هي وجوزها. شفت بلشوا يتبحتروا بالمصاري. لك انت شو بدك فيهم؟ فلوسه للرجال هو حر فيها. لك انت طول عمرك وش فقر، هدول المصاري اذا ما تشغلوا بيخلصوا. شو؟ ما اجوا لسه؟ احسن. خلص الحبر تبع الطابه. خير شو يعني؟ يعني بابا بدي مصاري وروح جيب حبر. بدي اطبع له شغله لعكرمه. شغله؟ شو هالشغله؟ مشروع بقصدها. حبيبي حتى انت شبه هو كمان. اصلا اذا في حدا لازم يستفيد من المصاري هو جيمي. وليش جيمي يعني؟ شو دخله هو؟ جيمي اخوه لرفيف، شاب ومخه مفتح، وهو اكثر واحد راح يقدر يعمل مشروع بالمصاري. لك خلصنا سكروا على هذا الموضوع بقى. بابا مشان الله بدي مصاري مشان جيب حبر للطابعه. عكرمه اي بابا بيتي اهلي سهر اهلا وسهلا يا ابني اهلا وسهلا تفضل بعدي كثير بعدي تفضل على الصدر اهلين سهر اهلين كل صدوره للبدوره تفضل ايه والله يا ميت اهلا وسهلا يا ميت اهلا وسهلا اهلين سهر اهلين جميل اهلين يا سيدي هالمرة أحلى مرة بحياتي بسمع فيها اسمي مقبولة منا أهلين صهر منور منور يا صهري منور ماما شو بدك تشرب قهوة ولا شاي ولا حلو ماما حلو لو بدك إن شاء الله سنتي ياكي شوي شو بدك ليش غيراني شو صاير ليش هيك عم تعملي؟ يعني زعلانة لأني عم دلل جوزي؟ ليش هلا؟ لأني ندمت ما كنت عامله منيح وهلا قررت صلح العلاقه معه لانه تواصل القط الغاليه وهلا صار بيستاهل الدلال بس على فكره هذا نفسه المتخلف هداك ها ايه بس هلا صار معه كل هالمصاري خلاص صرت بطمني عليكي معه بعدين يعني لا تخليه يتصرف من عقله بالمصاري لانه هو ما بيفهم قصدي يعني ما بيعرف يتصرف بالمصاري ماشي بابا بابا ايه شو ايه ما في شو وينو عكرمه استاذ عكرمه فاطمه وجميله على الغرفه استاذ عكرمه صهر ابو عكر يعني هو مو بس معرض رسم ولا مطعم ولا موسيقى هذا مشروع ثقافي متكامل ربحي مع مين عم تحكي انت رورو تعي 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 شوفي هالمشروع شو منيح ايه بس في تبقى احكي له اللي بدك اياه معقول يكون مشروعي ممل لهالدرجة؟ لا حبيبي بالعكس مشروعك كتير عظيم بس الحقيقة عكرمة فايق بكير ومو نايم بعد الظهر عرفت كيف؟ عكرمة عكرمة حبيبي قوم عكرمة قوم خلينا نروح على بيتنا أنا كمان تعبانة يلا قوم عكرمة بسم الله بسم الله حولك وحواليك قوم حبيبي قوم قوم روح على بيتنا شوفي قوم يلا تعال خير حطها تفضل هاي القهوة إلي بابا إذا بدك قهوة بسوي لك عندي روح حاضر خلص لا تخلي حدا يفوت لهون حاضر أنا بعد تفكير لقيت حل
هلا شو؟ بابا للمصاري اللي جايتكم. ايه بس انا وعكري ما لنا محتارين فيها ابدا. ايه طيب اقتراح. شوف نحن ما لنا مستعجلين على المصاري، ولسه في عنا كمان معاملة البيع بدها وقت لحتى تخلص وتصير المصاري بين ايدينا. مو مشكلة، هذا مشروع اعلامي مهم، مشروع اصدار جريدة مستقلة وحرة. هاي الترخيص جاهز، رح نبدأ بإصدار الجريدة ب 16 صفحة، بعدين مندخل الإعلانات والمبيعات، منتطور شوي شوي ومصير منصدر ملاحق فنية وملاحق ثقافية. إيه وإمتى لحقت تتحضر لكل هاد؟ يا بابا من الصبح بكير طلبت أصدقائي لاجتماع طارئ، وعدنا ودرسنا الموضوع من كل جوانبه، كل شي فيه، لقينا أنه مشروع ناجح ورابح أيضا. أوكي اوكي اوكي خلص، معناتها ندرس المشروع انا وعكرمه وبنبقى نرد لك خبر. طيب درسوه بابا، بس انتبهي ما بدي وصيتي، هذا المشروع مهم كثير ولازم دائما نحطه بالسرعه وبالكتمان بالسريه المطلقه، فهمتي بابا؟ طيب يلا. شوفي ما في شيء، تعال شوف انت ما بتيجي لهون الا اذا في شغله مهمه. شو هي لك اخي حميد؟ ربك ما جيت لعندك على البيت اكثر من هيك. لك شوفي شغلت اللي بالي يا زلمه، احكي. ما بنحكى هون، لجوا انت وياه. تعال بعد شوي عن الصف. صدر قرار بمنع بيع الاراضي بمنطقتكم؟ ها اعوذ بالله. ليش؟ في مشاريع للدوله واراضي زراعيه من الداخل، مشان هيك وقفوا البيع والتسجيل لحتى يدرسوا الامور. يعني لأمتى؟ مو مبين، بس لا تقلق هيك ولا تخاف، ما في هيك شيء، بس هي هي القصة اللي بدك تحكيها للكل مشان ما يصرعوك بمشاريع. لك أنا بحياتي بعمري ما قلت قدام حدا أنه أنا معي مصاري زيادة، ولا حتى قدام مرتي. لا يعني يعني الأرض رح تنباع ورح تقبض المصاري، بس هي القصة بدها تضل سرية، ومشان اللي عرفوا بتحكي لهم الحكي اللي حكيت لك إياه قبل شوي. خصة الخصة الأخيرة كنت في الدوام. طيب شو رأيك نطلع شرب لنا فنجان قهوة بشي قرنة؟ ايه والله منيح. خير يلا. ألو ايه سفيان؟ عكرمة؟ شو في؟ شو هالحكي هاد؟ لا طبعا هلا بشوف، هلا بتطمن وبرد لك خبر فورا. يلا يا حبيبي. الأراضي دولة قال. هلا صار وقت ترد لي الخدمة يا سيادة معاون الوزير. ايه عكرمة؟ سفيان؟ لك شو بكون انتو؟ بالله؟ يا الله ما احلاكم، كنت رح فزع الدنيا. وين انتو هلا؟ ايه عرفته لك عرفته ليكو جنبي. يلا يلا جاي باي. لك مسكيني ضرورة ترحبها مثل ما رعبتني. يعني انت اللي حكيت لها على اساس بدك تجرب الفكرة عليها؟ هي ما زبطت معي. شوف انا هيك شغلات ما بتزبط معيها. صدقني بس تصير المصاري بعبك رح تصير تعمل كل شيء. هاي ليك اليوم سكرت الكافتيريا على حسابي كرمال خاطرك. هذا وهم، وهم انه المصاري بتغير البني ادم، الاصيل بضله اصيل. صحيح صحيح والله يا ابو العكريم. وشو هي ابو العكريم؟ صرنا اصحاب الاموال، صار لازم نقول لك ابو شي شغله. بس قل لي هلا قبل ما تجي مرتك، شو ناوي تعمل بالمصاري اللي بتصير معها؟ لك المشكله انه مشروعي مو ربحي. ان شاء الله هذا مشروع تبع التعليم. ايه معهد او مدرسه نموذجيه تطبق فيه احدث وسائل التعليم في العالم. إيه خلاص ساوي. ما بيزبط، هذا المشروع بعيد المدى، يعني مشروع استراتيجي بتمشي مع التلميذ هيك من لما يكون بالحضانة أو الصف الأول، بتضل ماشي معاه للجامعة. حلو كتير، معناها مشروع بده يكبر كل سنة شوي. ساوي وأنا معه. شو هذا بده يساوي؟ أهلين رفيف، تعالي بالله عدي واسمعني. شرف كمل استاذ. عكري ما بده يساوي مشروع المدرسة النموذجية اللي عطول بيحكي فيه. لكن هذا مكلفنا شي 300 مليون. أبي بيبدأ فيه شوي شوي. بس هذا مشروع مو ربحي. سمعت نفس الكلمة اللي قلت لك اياها من لازم.
أخي من هلأ اعتبرني شريك بالمشروع. شبكوا؟ يعني ما دامك متحمس كنت لقد المشروع، ليش ما سويته لحالك من قبل؟ ما كنت متحمس له هيك. مصاريك ما بكفوا؟ مصاري؟ إذا ببيع شقة وحدة من اللي عندي بالخليج بعمل مشروع أكبر من هذا. ليش لك؟ وقت شفت حماس صديق عمري عكرمة، قلت لحالي هذا هو مشروع العمر. بعدين عكرمة بيعرف قديش قلبي مالي من شغلي ومن الروتين اللي أنا فيه. أنا بصراحة ما عجبني غير هذا المشروع. والله وأبي؟ نديم بيك منحطه مدير فخري للمدرسة. اليوم مرق لعندي على المكتب وجايب لي مشروع جريدة يومية. مرة تانية؟ أنت مخربطة، داك مو عمي، حماتي صاحبة المشروع. مو حلوة كلمة حماتي. لك شو فيها؟ ما هي حماتي، وأصل الكلام حاميتي، بيت حماي يعني بيت حماتي الذين يحمونني. معلش عكرمة، الله يخليك بلا درس العربي هلا. شفت؟ هلا كنت عم تقول مال المشغلك، وليكك مليت من كلمتين باللغة العربية، كيف بدك تتحمل مشروع كامل بالتدريس؟ لحظة لحظة، أنا عندي مشروع أهم من كل هذا الحكي اللي بتقعد تحكوه. هاتي المشروع. هذا جيمي. ألو؟ أهلين حبيبي. شوي شوي، لحظة لحظة، ما عم بفهم عليك. شو هاي الفرصة الذهبية اللي ممكن تروح علينا؟ ما عم بفهم. إيه قاعدة معه. قوم تعال عنا، نحن بنفس الكافيتيريا. إيه إيه. يلا باي. خير شو جميل؟ ما بعرف، قال في فرصة ذهبية، إذا ما تحركنا بسرعة ممكن تضيع علينا. شو يعني؟ هلا بيجي بنفهم منه كل شيء. إيه رفرف، شو المشروع اللي عندك؟ بفوت شراكة بالنص مع مازن عبيد آغا. مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شبك؟ يعني لما بتفوتي اعملي صوت، نقصتيني. هي عملت صوت وقلت لك شو قالت لك. اسمعي، انا عم فكر بتحقيق حلم حياتنا السياسي، حلم ابوكي، حلم عائلتنا. الافكار بدها وسيله تعبير، شو في احسن من الجريده للتعبير؟ بدك تكتبها بجريده؟ لا، بدي اعمل جريده يوميه. كيف؟ أنا وعكرمة، صهري العزيز النبيل المثقف. شو هالحكي؟ أخي لا تاكل هم، إدارة المشروع والخبرات كلها ما عندي. شو هالاجتماعات؟ خيو شو شوارع ما بدنا؟ أرض 300 متر، وتعهد صاحب الأرض هي إنه يطلع لنا ترخيص كفي. لك شو عم تحكي انت؟ ولو يا اختي، ما اساس بتفهمي وبتقدري كثير منيح، هذا مشروع نسبة الربح فيه 100%. شو جميل؟ هذا الحكي صار لي عم بسمعه منك عن البكالوريا 5 سنين. لك بتمون، بتمون لك صهر، بتمون تقلي جميل، بس صدقني هذا المشروع غير شكل. لك من وين لوين؟ القهاوي معبية البلد. هلا يعني هي هي القهوة غير شكل؟ وهون مربط الفرس، هي مو بس كفي. جيمي، مشان الله تخلينا نكمل الحكي. وأنا كمان بدي أقول رأيي. انتو دايما هيك، وقت اللي بدي احكي انا ما بتسمعوني، دايما بتقولوا لي هذا الولد طايش وما بيفهم. اسمعوني شوي، مشروع مو بس كافيه، كافيه وسناك، يعني هيك على السريع العالم بتفوت وبتاكل وبتشرب، وبنفس الوقت بتكون عم تتفرج على فن، يعني صور فوتوغراف، لوحات، تماثيل، وكل فتره بنغير، وكل شيء بهي القهوه رح نبيعه، يعني من طاولات لكراسي لصحون سجاير، وكل شيء رح نجيبه اوريجينال. صدقوني صدقوني، العالم لما يشوفوا هذا المشروع رح ينمزع عقله، رح ينمزع عقله. وما حيكون اعتمادنا الاساسي على الاكل والشرب، لا، حيكون اعتمادنا على البيع، ورح نقوم ببعض الحفلات الموسيقيه. يا جماعه معنا 300 متر، يعني مو مزحه، بنعمل بطوله بلياردو، بطوله شطرنج، امسيات من الشعر. الزلمه طلب بالسنه 10 مليون، 10 مليون، انا زركته زركته زركته، نزلته ل 7 مليون، يعني بعد 8 سنين بصير هذا المشروع لنا. شو؟ رفروف، بزمتك هذا المشروع مو ناجح تجاريا؟
سيو سفيان. لك ويب، هذا المشروع بكير عليه جيمي، بكير. بعدين أجاره بيهد الظهر ومو مضمون. أنا بضمن لك يا 100%. سهر أبو عكر، أنت صاحب القول الفصل هون. يعني هذا المشروع مشروع ثقافي بالدرجة الأولى، فيك تعمل فيه شعر قديم وحديث. مستفعيلون فاعلون مستفعيلون فاعلون، ايمت ما بدك فيك تقول شعر. المشروع بده دراسة. انت فكر شوي قبل ما تقرر. الصبح منروح منشوف المحل ومنرعبن على السريع. فيك تهدى شوي. ما هي بعرف اهدى شوي. روق لا تضوج، اهدى شوي. خليني فهمك، شو بدك انت؟ بدي ساوي اللي عمره ما تساوى. جميل، خذ البكالوريا ويلي بدك اياه بصير. يا سهر انت خذ البكالوريا خطوه فخطوه، خذ البكالوريا واي شيء بدك اياه بالدنيا انا بسوي لك اياه، وليك نعم بوعدك قدام اختك وقدام سفيان. مو بس مقهى وكل شيء للبيع، حتى الجراسين اللي عندك اذا بدك ببيع لك اياهم. اسمع جميل، انت شو بتحب؟ مو بتحب الموسيقى؟ انا على حسابي رح درسك برا باحسن معهد موسيقي عالمي. ما حابب تسافر برا؟ انا بضمن لك شغلك هون بالمشروع اللي انا رح اشتغل فيه. انا بدي ساوي هذا المشروع. انت اولا رح تاخذ البكالوريا، واي شيء بتحكيه قبل هيك فهو هباء منثورة. بشرفي ما خاب ظني فيك، انت بس بدك تفشل لي مشاريعي، بس بدك تدمر لي حياتي. بكره رح تكتشف اهميه هذا المشروع اللي انت رح عم ترفضه هلا، ورح لاقي ممول. ساعتها رح تجي وتقلي أرجوك يا جيمي، أرجوك دخلني الشريك معك بالمشروع، أو دعني أقرأ بيت شعر واحد فقط. وهذيك اللحظة رح قلك روح شو هالحكي الفاضي هاد، وانتي أفظع أخت شفتها بحياتي. ليك مو تصغر عقلك تطلع عسقيفة، لأنه إذا عملت هيك بتكون عم تثبت حكي عكري ما بالحرف. ماشي يا رورو ماشي، ما رح تحتاجيني بنوب. لا حول ولا قوة إلا بالله، شو المصيبة هاي؟ معلش رفيف معلش، بدنا نسعره شوي بس لا ياخذ البكالوريا. شو ابو السوس بياخذها قلتها؟ يعني مو ضروري ياخذ البكالوريا لحتى يصير رجل اعمال ناجح ومتميز. انا ما بدي كل المصاري، لانه مشروعي تمويله اقل واسهل. لك انت ما بتتعلمي من تجاربي، هذا بالسياسه بسموه فشل. انا ما بدي اعمل مجله سياسي، انا بدي اعمل مجله عن المراه هي أصل الحياة ومركزها. جربناكي أنت ورفقاتك وشفنا شو طلع معكم. سلوى وسعدية كانوا عم يتحكموا فيي، هلأ بدي أعمل المشروع لحالي وبدي نجح. جميل شباب شو صاير لك؟ أختي وعكرمة تمسخروا علي. فشل عكرمة أفندي يتمسخر عليك. آخ آخ، لك مو بس أنا يتمسخروا على مشروعي، حتى سفيان يتمسخر على مشروعي. إيه؟ وحضرتك جاي تحرد على السقيفة؟ لا، أيام السقيفة كلها راحة، وراح أجي وجيمي شو راح يساوي. أصلاً أنا بطلت جيمي، أنا جميل ابن نديم العلمي حفيد سعيد القبط. لك تقبر قلبي إن شاء الله، تقبر قلبي تقبرني. شو هاد؟ شو هاد؟ أنا عم حقق حلم حياتي. لك بعد هالعمر نحن عم نعيش بأولادنا. لك شفتنا بالمشاريع والحكي الفاضي، الكنز الكبير هون عنا هون حبيبي يا بعد بعد بعد. شباب شو خلصتوا شغلكم؟ معلوم سوينا كل شيء بسر خاطرك. الارض الغربيه فلحناها اول وجه وثاني وجه، والارض الشرقيه البندوره فعفلناها وكبرتناها وعزقناها وجاهزه. وانت حلبتي لي بقراتي؟ لكن طبعا ليكن الحليبات بالسطل، هلا رح اعمل لك كاسه حليب بتسر الخاطر. طيب يلا بس بسرعه شوي اعملوا لنا فطور هيك بيت بلدي وما بيت بلدي، لانه مستعجل عندي موعد مع سفيان. لك يلا شبكوا ليش واقفين؟